مرحبا، يعطيكم العافية. هلأ بدنا نتعلم كيف نسوي الكروس برودكاستنج. كروس برودكاستنج هو شغلة حلوة. بعد ما انت تعمل مثلا برودكاست لفترة مقدمة، سواء عن ستريم يارد او اي برنامج، انت بدك تسوي لايف بموعد بسموها بلان تو جو لايف. زي ما انتم شايفين، انا مثلا عندي هذا الفيديو اللي انا حطلع فيه غدا الساعة 9 مساء زي ما انتم شايفين هون. بما اني ادمن على هاي الصفحة، بيطلع لي edit your details. هاي بتطلع فقط للادمن، فبضغط عليها وديني على البرودكاست، المعلومات تبعت البرودكاست. في تحت هون في هذا المكان، لو بنزل تحت بلاقي كروس بوست تو مور بيجز، وبالتالي بدخل. انا مثلا انا بدي اوديها على دكتور جمال الشريف اللي هي هذا البيت، بعملها. بس اورجيكم قبل ما اعملها سيف، نروح على صفحة الدكتور جمال الشريف. هاي صفحة الدكتور جمال الشريف زي ما انتم شايفين. اول اشي ما فيش عنا غير صور الشلالات. اوكي، الان لو بنعمل الحركة هديك، او سوري، نعمل الحركة اللي حكينا عنها، نودي على جمال الشريف. طبعا انا عامل هون اوتوماتيك انه يوافق. اذا مش عامل اوتوماتيك راح يطلب منك الموافقة على الصفحة. خلص هيك كله تمام. هلا بنروح على صفحة جمال الشريف، نعملها ريفرش F5. راح تشوفوا طلعت الجو لايف هون بنفس الطريقة. فهاي اسهل طريقة تعمل لل الكروس بكل سهولة. اذا مش عامل ابروفل لازم بيطلع لك نوتيفيكيشن عشان تعمل ابروفل.